سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مشاهدينا الكرام أينما تكونوا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصحافة اليوم. هذا البرنامج الذي نستعرض فيه أبرز العناوين والمواضيع المتداولة في الصحف والمواقع الإلكترونية وكل ما يخص الشأن اليمني، والبداية في أبرز تلك العناوين. البداية من وكالة الثاني من ديسمبر، وفيها نقرأ: منظمة مكافحة الاتجار بالبشر، سجون حوثية لتعذيب النساء في صنعاء تفوق أبو غريب وغوانتانامو. مدنيون يخشون جرائم جديدة، ميليشيا الحوثي تعاود استهداف أحياء سكنية في التحيتة. مواجهات مسلحة بين قيادات الميليشيات الحوثية في مدينة دمت. مسلحون قبليون يقطعون طريق إب الحديدة احتجاجا على مقتل أحد أبنائهم برصاص قيادي حوثي. في وكالة خبر نطالع: مكافحة الاتجار بالبشر، المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي يتعرضن لأبشع وسائل التعذيب. الحوثيون يداهمون بنوكا ومحلات صرافة ويصادرون أمواله. مقاتل في صفوف الحوثي قتل نفسه بعد أن أعدم شقيقه ورفيقه. الميليشيا تصادر الملايين في إب من العملة الجديدة، والشلل يصيب الأسواق. تزامنا مع حملة مداهمات للبنوك ومحلات الصرافة، الحوثيون ينشئون أسواقا سوداء للطبعة القديمة من العملة المحلية. في موقع نيوز يمن: مصادر أممية، الحوثي ينهب 600 مليون من دعم حملة التحصين ويبيع لقاحات إنفلونزا الخنازير. قوات الساحل الغربي تخوض مواجهات عنيفة وتكبد الحوثيين غرب تعز. في صحيفة عدن الغد نقرأ: نقل العشرات من جنود النخبة الشبوانية لقتال الحوثيين في الضالع وإصابة أحدهم. في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ: اتهامات للجماعة بسرقة أموال السكان والتسبب في أزمة سيولة حادة، القرار الحوثي بمنع فئات العملة الحديثة يضاعف معاناة اليمنيين. يقول ابن رشد: تجارة الأديان هي التجارة الرائجة في المجتمعات التي يكثر فيها الجهل. عشرات الآلاف من الشباب في منطقتنا العربية وفي بلادنا اليمن يساقون إلى محارق الموت سنويا تحت شعار الدفاع عن الدين والدفاع عن الله والموت لأعداء الأمة، في حين أن القاتل والمقتول كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وكلهم يرفعون راية الإسلام، وكلهم أيضا ينادون قبل أن يقتل أو يقتل: الله أكبر. يسوقون الوهم يقتل المسلم أخوه المسلم بدواعي ودوافع ظاهرها الدفاع عن الدين وفي حقيقتها أطماع في السلطة والحكم والنفوذ. هذه الجماعات التي غزت مجتمعاتنا العربية من تنظيم داعش والقاعدة والحوثيين وحتى الإخوان وغيرهم ممن يتخذون الدين ذريعة وعباءة ووسيلة للوصول إلى السلطة، حتى المساجد التي أمر الله أن لا يدعى من على منابرها معه أحد أصبح يذكر غيره، ومن يدعون أولئك لهم أكثر مما يذكر اسم الله جل وعلا. فمن وراء كل تلك الجماعات؟ البعض يتحدث أن هناك مؤامرة ومخابرات وأجهزة دولية تتحكم بها وأجندات الهدف منها ربما زلزلت وأيضا تفرقة المجتمع العربي من أجل مصالح غربية. هؤلاء من يتبنون نظرية المؤامرة، البعض يقول أن ربما الكهنوت المتأصل منذ قرون في هذه المنطقة هو سبب ذلك، البعض تحدث أن ربما الضغوطات وأيضا الوضع الاقتصادي هو وراء تلك. لكن من المسؤول عن إنقاذ حياة هؤلاء الشباب، وربما من يصحح اتجاه الفكري لأولئك؟ الحديث عن ذلك يسرني أن يكون ضيفي الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،
وأيضا ضيفي عبر الهاتف الشيخ محمد بن راجح عضو جمعية علماء اليمن. نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. لو بدأت معك أستاذ أو دكتور بشير عبد الفتاح، البعض يتحدث ربما أن المنطقة العربية لو استمعنا إلى نشرات الأخبار، فتحنا جهاز التلفزيون واستمعنا، ستجد العالم من شرقه إلى غربه تقريبا هادئ، إلا منطقتنا العربية مليئة بالأحداث ومليئة بالقتل والخراب والدمار والحروب. لماذا هذه المنطقة مليئة بكل هذا العنف إضافة إلى هذه الجماعات المتطرفة والإرهابية في كل منطقة؟ التحية لحضرتك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم عبر الهاتف. بالفعل مما يسوء الإنسان العربي أن المنطقة العربية هي أكثر مناطق العالم التهابا وسخونة واضطرابا وعدم استقرار. التقاتل الآن يشمل أبناء الوطن الواحد وأبناء اللسان الواحد، وهذا مؤلم للغاية. وكما تفضلت حضرتك في مقدمة هذه الحلقة أن القاتل والمقتول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويظن أنه يجاهد من أجل دينه ووطنه، وتلك هي المأساة. أسباب هذه الحالة المأساوية متنوعة، أولها التدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة بشكل كبير، وهذه التدخلات ليست فقط عسكرية وإنما هي سياسية وفكرية بالأساس. الأمر الثاني حالة التصدع التي تنتاب البنيان العربي والإسلامي. للأسف الدول العربية تعاني من تشققات وتصدعات واضحة ما بين الطوائف وبين أبناء العقيدة الواحدة. فضلا عن ذلك هناك خروج عن المنهج الديني الوسطي الإسلامي الحنيف، فتجد أن كل جماعة توظف أو تنصب نفسها وصية على الإسلام والمسلمين وتحتكر الحقيقة المطلقة في فهم وتفسير النصوص الدينية، فتجد الجدل والخلاف بشأن مفهوم الجهاد على سبيل المثال، مفهوم الحاكمية، كل هذه الأمور مع غياب الحوار، مع غياب قبول الآخر، مع غياب التعايش، مع غياب التفاهم بالحسنى والجدل بالحسنى، تجد أن الأمور تصل إلى حافة الصدام مع إذكاء عناصر خارجية وأطراف خارجية للتوترات والخلافات، فتصل إلى الصراعات. بدلا من أن تكون خلافات تدار بالحكمة والموعظة الحسنة، تجد أنها تصل إلى مستوى الصدام، والصدام المسلح الذي يزهق الأرواح ويسيل الدماء في بلداننا. أضف إلى ذلك الفقر وحالة العوز الاقتصادي التي تجتاح البلاد، والأطماع في السلطة والهيمنة والسيطرة، وموالاة بعض الفصائل والطوائف في الداخل لأطراف خارجية استطاعت أن تستميلها وأن تجندها لمصلحتها. شيخ محمد بن راجح عضو جمعية علماء اليمن، اليوم ربما الكثير من المشاهدين من يشاهدوننا الآن استمعوا إلى خطب الجمعة، وبكل تأكيد استمعوا أن ربما ما يدعى به في المنابر هي نوع من أنواع الكراهية. السياسة بكل تجلياتها لم يعد المنبر والمسجد مكانا ليدعى فيه إلى الله بقدر ما يدعى فيه إلى القتل وأيضا إلى الخراب وأيضا إلى التطرف. جماعات كثيرة تستخدم منبر المسجد كجماعة الحوثي كمركز تحشيد إلى جبهاتها أكثر من ربما دعوة إلى الله. من ينقذ المجتمع حتى من المساجد؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا شك ولا ريب أن الإسلام هو دين الله الذي اختاره لخلقه. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو دين ودولة، وهو سياسة وحكمة، وهو عدل ورحمة، وهو وسطية واعتدال، وهو دين الكمال والجمال والرقي، وهو دين المعاصرة، وهو دين يا
يسعى لإسعاد البشرية وإصلاحها في كل شؤونها وأحوالها. ولا شك ولا ريب أن الحوثيين اتخذوا من الإسلام تكأة وطريقا من أجل الوصول إلى سلم السلطة، ولما وصلوا إلى سلم السلطة ظهر فشلهم وظلمهم وفسادهم وانحلالهم وطغيانهم، وظهر أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسماء ولا من القرآن إلا رسمة، وظهر أنهم أناس عنصريون ومناطقيون وسلاليون ومذهبيون، وأنهم يعيشون على العقول المتحجرة التي خرجت من الكهوف والمغارات والتي لا تعرف الإسلام ولا تعرف الواقع، وظهر أنها جماعة تسللت من خلال هذه الدعاوى لنهب الأموال والثروات والممتلكات، واستغلت نفوذها في بسط طغيانها وفسادها وظلمها وأخذها ومصادراتها لمرتبات الناس ومعاشات الناس، وكذلك أيضا لتعطيل الدولة وتعطيل الحكومة وإنشاء ميليشيات تقوم على النهب والسلب وتقوم على مصادرة المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء، وتقوم على جرح الألغام والمتفجرات وتحشيد أبناء المسلمين وتجييش الشباب والناشئة والصبيان وحرمهم ومنعهم من العلم والتعليم والزج بهم في أتون الحرب والجبهات. ولا شك أن هؤلاء لا يمتون للإسلام بأي صلة، وأن الإسلام بريء إلى الله عز وجل مما يفعلون. ولا شك أنهم في خلال هذه السنوات الماضية القليلة أظهروا فشلا ذريعا وفسادا كبيرا ومنكرا من القول وزورا يشهد به القريب والبعيد، ولم يستطيعوا أن يصلحوا دينا ولا دنيا، ولا أن يقيموا دينا ولا دنيا، ولم يستطيعوا أن يوفروا للناس. شيخ محمد فقط أنا أريد أن أسأل، كيف استطاع الحوثي أن يجد لفكره هذا مكانا ومتسعا في المجتمع اليمني؟ هل السبب كان ضعف ربما بالخطاب الديني الموجود أساسا في البلد، أم كانت الإشكالية ربما ماذا بالضبط؟ كانت المصيبة عند التناحرات السياسية والتناحرات الحزبية هي التي مكنت للحوثي، وكذلك العملاء، وكذلك أيضا استغل الحوثي جهل الناس وفقر الناس وادعى أنه المنقذ وأنه الذي سيخلص الشعب من الجرع ومن الفساد والظلم السابق، ولكنه أتى بما هو أظلم وما هو أفسد وما هو أطغى وما هو أفجر مما يتوقعه جميع الناس، فصدم الناس بحقيقة الحوثي. فالحوثي استغل الأوضاع واستغل الخيانات والخلافات والتناحرات والانشقاقات داخل الدولة اليمنية، ثم استغل ضعفها واستغل وجود الجرع والفساد، ودخل على أساس أنه سيخلص الشعب وسيطبق العدل وسيقوم بالنظام والقانون، ولكنه للأسف الشديد كان أظلم مما سبق وأفسد مما مر. وضحت الفكرة شيخ محمد. دكتور بشير عبد الفتاح، كيف تستطيع الجماعات المتطرفة، الجماعات الإرهابية كجماعة داعش وأيضا جماعة القاعدة وجماعة الحوثيين وجماعة الإخوان وكل هذه الجماعات، كيف لها القدرة على الحشد والذهاب بربما الشباب إلى محارق الموت بهذه البساطة؟ يعني مجموعة من الأسباب يعني تخول هذه الجماعات النجاح في مهماتها. أولا
ضعف الخطاب الديني الرسمي لأسباب متعددة، إما أن القائمين على أمر هذا الخطاب لا يجيدون يعني بلورة استراتيجيات من شأنها أن تفعل هذا الخطاب وتزيد من تأثيره لدى الجماهير، أو أن المنوط بهم توصيل هذا الخطاب إلى عامة الناس سواء كانت مؤسسات إعلامية أو كانوا يعملون في الحقل الفكري الديني ليسوا بالكفاءة المطلوبة، أو ربما التسطيح المتعمد أو غير المتعمد لهذا الخطاب الديني من قبل القائمين عليه مخافة أن يفضي في نهاية المطاف إلى تطرف ديني أو فكري، كل هذا يكبل هذا الخطاب ويجعله غير قادر على أن يستحوذ على الباب العامة أو أن يجذبهم إلى جادة الصواب والطريق الصحيح، ومن ثم يتركهم فريسة سهلة لخطاب ديني أكثر تماسكا وأكثر قوة. من هنا تنفذ الجماعات المتطرفة التي تتعرض لقضايا ربما يأنف الخطاب الديني الرسمي عن التعرض لها، كقضايا الجهاد، كقضايا المرأة، كقضايا الحاكمية أو العلاقة مع غير المسلم أو الحسبة أو غير هذه الأمور. أضف إلى ذلك المسائل الاقتصادية، يعني هذه الجماعات تروج إلى جانب ترويجها لفكرة الجنة والشهادة والحور العين واستحضار فكرة الجهاد التي لم يعد لها متسع في الخطاب الديني الرسمي بالقدر الكافي، يروجون إلى فكرة الجهاد والشهادة، ومع الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يتعرض لها الكثيرون يجدون أنه من السهولة بمكان الانجراف وراء هذا الخطاب، لأنه يخلصك من أزمات الدنيا ومشاكلها التي لا تنتهي، تستطيع أن تجاهد لمدة قصيرة، إن نجوت فستفوز بمقابل مادي لا بأس به في ظل حالة البطالة والعوز الاقتصادي، وإن لم تنجو فهي الشهادة والحور العين والجنة والخروج من مآسي الدنيا وعذاباتها. لذلك هم يعني يستخدمون أدوات فكرية، أدوات اقتصادية، أدوات نفسية أيضا، لأنهم يقومون بدراسة نفسية وشخصية من يخاطبونهم، ويستغلون الاضطرابات النفسية والأزمات الاقتصادية والعوز الذي يعاني منه هؤلاء. هم أيضا يستغلون ثغرة ما في أزمة الثقة ما بين المواطن والدولة والمواطن والمؤسسات الدينية الرسمية، يعني يشيع في كثير من البلدان بأن المؤسسات الدينية هي موالية للدولة والسلطان بقدر كبير، ومن ثم هي لا تتمتع بالاستقلالية الكافية. يغيب أيضا أن يصب في هذا الاتجاه أيضا مسألة غياب الاجتهاد، يعني باب الاجتهاد مغلق منذ قرون، ومن ثم لم يعد هناك متسع للاجتهاد، ومن ثم هؤلاء يستطيعون أن ينفذوا من هذه الثغرة أيضا من خلال الادعاء بأنهم يجتهدون، بأنهم يعيدون الدين إلى حيويته مجددا. أيضا يلعبون على وتر أن الانقياد والانبطاح من قبل دول الإسلام أمام الدول غير المسلمة كقوى الاستعمار الجديد كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، كل هذه الشعارات يروجون لها ويجيدون توظيفها بالشكل الجيد، مع تدهور أحوال التعليم ومؤسسات التنشئة الدينية والعلمية والفكرية الرسمية، تجد أن هؤلاء يتحركون في هذه المساحة الرمادية ويقومون بتجنيد الكثيرين بأفكارهم البراقة التي تبدو أكثر حرصا على الدين وأكثر خوفا على الدين، في الوقت الذي لم يعد الدين يشكل أهمية بالنسبة للمؤسسة الرسمية أو للسلطة الحاكمة لدى كثير من الدول، مثلما يروجون لهذه الأفكار بالطبع. فضلا عن ذلك أن المجتمعات العربية بطبيعتها متدينة، وحينما تتقلص جرعة الدين في الخطاب العام أو في المجال العام عموما، يجد هؤلاء ثغرة ينفذون منها من خلال التركيز على الخطاب الديني والتدين والتمسك بالدين، مخافة عمليات التشويه التي تتم من الأديان الأخرى أو من الملحدين على سبيل المثال، يدعون أنهم يحافظون على الدين
الدين وأنهم هم الأقدر على حماية الدين من الهجمات والغزوات الفكرية والثقافية والدينية الأخرى. ومن ثم هذا الخطاب يجتذب الكثيرين، لا سيما المراهقين، لا سيما ضعاف النفوس، لا سيما الجهلاء أيضا غير المحصنين حيال. ولذلك نجد دكتور بشير أن معظم ربما أو قوام هذه الجماعات الوقود الحيوي لاستمرارها هم الشباب ما دون حتى 18 من العمر، كما هو حاصل مثلا عندنا في اليمن جماعة الحوثي. لكن لو انتقلت إليك شيخ محمد بن راجح، الكل يعلم أن الحوثي ربما زرع أكثر من 1,000,000 لغم في اليمن، لكن مع خطورة كل هذه الألغام وما ستؤثر عليه مستقبلا في دمار وأيضا حتى إعاقات مستدامة، إلا أن الأخطر من ذلك كله هو اللغم الذي يزرع يوميا في عقول الناس من خلال الفكر الحوثي الذي يريد أن يزرعه في عقل كل يمني. ما خطورة ذلك على ربما مستقبل اليمن؟ وربما البعض يتحدث أن هناك صراعات فكرية في المستقبل خطيرة جدا وخطيرة للغاية على المجتمع اليمني والسلم المجتمعي. لا شك أن الوضع مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فالحوثي يستغل أوضاع الناس وفقر الناس وجهل الناس وضعف الناس، ويستغل غياب الدولة وغياب القانون وغياب العلماء والمرشدين والموجهين والناصحين والمثقفين وغياب الأكاديميين وأصحاب الأقلام والمنابر والمحابر وأصحاب الرأي، ويغيبهم ويسجنهم ويهجرهم ويقتلهم، ومن ثم ينشئ أفكارا متطرفة وأفكارا إرهابية وظلامية وضلالية، ومن ثم يحرف في هذه العقول ويزرع فيها ما يشاء، لأن الناس غاب عنهم المثل الأعلى وغاب عنهم الوعي الصحيح وغاب عنهم العالم الرباني والموجه والمرشد والتربوي والواعي والمثقف. فمن خلال ذلك فإن الحوثي يستغل هذا الوضع المهين، ثم يبدأ زرع هذه الأفكار الحوثية المتطرفة، ويجمع بين اللغم المادي واللغم العقلي، ويجمع بين يعني الأفكار المنحرفة وبين الأفعال المنحرفة في آن واحد. فتجد أنه استطاع فعلا أن يصل إلى شريحة كبيرة من المجتمع، ممن ابتعدوا عن العلم وابتعدوا عن المعرفة، وممن حرموا أيضا من العمل وحرموا من الرزق وحرموا أيضا من العيش وحرموا من الوعي الصحيح، وأصبحوا ضحايا وقنائد الموقوتة للحوثي. واستطاع الحوثي أن يحرف في أذهانهم وعقول ما يشاء، حتى وصل الأمر إلى إنشاء دورات مكثفة وكثيرة على مستوى وزراء الحوثي وعلى مستوى محافظي الحوثي وعلى مستوى مدراء عموم وعلى مستوى بعض الدكاترة العملاء للحوثي وعلى مستوى أيضا السجون وعلى مستوى يعني بعض المساجد وبعض الأماكن وبعض هجر العلم. كل تلك الدورات التي تقوم على سب الصحابة وتقوم على سب أمهات المؤمنين وتقوم أيضا على الطعن بثوابت الإسلام والطعن بمعاني القرآن وتحريف معاني القرآن وزرع الشحوذة والسحر والكهانة والخرافة وزرع التخلف والرجعية وزرع الإرهاب وكذلك الحماسات والشعارات الجوفاء وكذلك أيضا محاربة الفضيلة ومحاربة الاعتدال والتوسط ومحاربة يعني حلق القرآن الكريم وتعليم العلم. لكن شيخ محمد، كيف يمكن الخلاص من هذا الفكر الذي وصفته أنت أنه يزرع يوميا من خلال الدورات الثقافية؟ الإشكالية والأخطر من ذلك أن هناك حتى دكاترة في الجامعات حاصلين على درجات دكتوراه عالية ويروجون أيضا للفكر الحوثي. ما خطورة ذلك؟ كيف يمكن التعامل؟ أولا الخلاص بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يكون بإعادة الدولة وإعادة الشرعية وإعادة إقامة الدولة رغما عن الحوثي، لأن ما أخذ بالقوة لا يرجع إلا بالقوة، ولا يمكن أن يصلح هذه الأمة إلا الحكم
يعني بنظام الدولة وبنظام الاعتدال والتوسط وبالنظام الذي يرضي الله عز وجل ويقيم شرع الله عز وجل ويحد الحدود ويقيم الحدود ويقيم النظام الإسلامي المعتدل المتوسط الواعي الصحيح الذي جاء في الكتاب والسنة. هذا الأمر الأول الذي يجب علينا أن نعمل به من خلال الجبهات ومن خلال يعني إمداد الجبهات بإسقاط دولة الحوثي والثورات ضد الحوثي وإقامة فعاليات وإقامة جميع الوسائل والإمكانات لإسقاط الحوثي وإعادة الشرعية وإعادة النظام الجمهوري والنظام الدستوري كما كنا عليه من قبل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العلاج الفكري والتوعوي والعلمي والتربوي وإعادة المدارس والجامعات وأماكن التعليم وإعادة المساجد وكذلك أيضا مدارس تحفيظ القرآن وتوعية الناس توعية صحيحة وزرع العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص والإسلام المعتدل والإسلام الوسطي الذي جاء في الكتاب والسنة من غير إفراط ولا تفريط من غير إرهاب ولا غلو ولا جفاء ومن غير تكفير ولا تفجير ومن غير دمار ولا خراب. فنحن مطالبون أن نعمل بهذين الأمرين على حد سواء وأن نصلح الإعلام وأن نصلح الدولة وأن نقيم الدولة كما كانت وأحسن مما كانت. نعم. وإلى أن يتم ذلك سيستمر الحوثي ربما في إفساد عقول الناس من خلال دوراته الثقافية اليومية. شيخ محمد بن راجح عضو جمعية علماء اليمن، شكرا جزيلا لك. دكتور بشير، الفكر دائما قيل لا يحارب إلا بالفكر، كيف يمكن للمنطقة الفكاك من شراك هذه الأفكار المتطرفة ومن ربما فكر الجماعات التي تقود المنطقة إلى ما هو أسوأ؟ يعني هذه المعالجة تحتاج إلى استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد تمضي أبعادها بالتوازي مع بعضها البعض. أولا المواجهة الفكرية، المواجهة الفكرية من خلال إعادة استنهاض وتنشيط المؤسسات الدينية وما يقوم بمساندتها من المؤسسات التعليمية والإعلامية. المؤسسات الدينية الرسمية في البلدان العربية تعاني وهنا لابد وأن نعترف به، سواء لجهة بعض العاملين بها أو الكوادر العاملة بها من البرامج الخطط، كل هذه الأمور تحتاج إلى مراجعة. التعليم الديني نفسه بحاجة إلى مراجعة وتهذيب وتنقية. المؤسسات الإعلامية والتعليمية ومؤسسات التنشئة التي تتعاون من أجل نشر الخطاب الديني هي الأخرى بحاجة إلى مهنية، بحاجة إلى احترافية حتى تستطيع أن تزيد منسوب المصداقية لدى المتلقي. لابد وأن يعود المتلقي الذي لم يعد يعير اهتماما للمؤسسة الدينية الرسمية ولوسائل الإعلام ومؤسسات التنشئة، لابد أن يعود إليها مجددا. هو نفر منها، هو بعد عنها بسبب الركاكة، بسبب الضعف، بسبب الوهن، بسبب غياب المصداقية، بسبب عدم التأثير، ومن ثم لابد من استعادة هذا الفار الذي التف حول البريق الذي الزائف الذي شكلته هذه التنظيمات. ومن ثم المواجهة الفكرية تستند إلى التعليم، تستند إلى الإعلام، تستند إلى خطاب ديني قوي ومتماسك ومؤثر. ولابد على القائمين على أمر الخطاب الديني أن يعوا جيدا أن تقليص مساحة الدين أو تسطيح الخطاب الديني ليس في مصلحة مواجهة الإرهاب والتطرف، وإنما هو يغذي الإرهاب والتطرف. لابد أيضا من أن نميز ما بين محاربة الإسلام السياسي ومحاربة الدين، لأنه للأسف بعض المؤسسات انجرفت من محاربة الإسلام السياسي وتوظيف الدين في السياسة إلى محاربة الدين نفسه، وبغير قصد من قبل بعض المؤسسات لا سيما الإعلامية منها، نجدها أنها تحارب كل ما يرتبط بالدين وكل ما يتصل بالدين، وهذا يقوي شوكة المتطرفين والتنظيمات المتطرفة، لأنها تدعي أنها حامية الدين وحامية حمى الدين. أما وأن المؤسسات الرسمية
تضرب الدين في مقتل، تحارب الدين، فهي التي تدافع عن الدين ومن ثم تكتسب مزيد من المؤيدين الذين يلتفوا حولها باعتبارها حامية حمى الدين. فلا بد أن نفقدها ونسحب البساط من تحت أقدامها بأن ترعى المؤسسات الرسمية الدين وأن تحافظ على الدين وألا تخلط ما بين محاربة المتأسلمين ومحاربة الدين نفسه وأن تزيل هذا الخلط. هناك مقاربة أخرى تمضي بالتوازي مع هذه المقاربة وهي المقاربة التنموية. الاعتبارات الاقتصادية كما ذكرنا لها تأثير كبير جدا في حشد وتجنيد الشباب الذين يعانون من العوز والفقر وغياب الرؤية وغياب القدوة، يقدمون لهم المقابل المادي في الدنيا إضافة إلى عائد كبير في الآخرة. يعني إن عشت فأنت سوف تحصل على عائد مادي لا بأس به وتؤدي رسالة يعني دينية، وإن مت فأنت ستلحق بالشهداء وبالحور العين وبالجنة وأشياء من هذا القبيل. وهنا يجب ربما الالتفات من المؤسسات الرسمية لفئة مهمة وهي فئة الشباب، ربما تركهم في فضاءات البطالة هو سيجعل منهم فريسة سهلة لهذه الجماعات والتيارات المتطرفة. دكتور بشير عبد الفتاح الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا لضيفي عبر الهاتف الشيخ محمد بن راجح عضو جمعية علماء اليمن. الشكر دائما موصول لكم أنتم أينما كنتم مشاهدي الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.